يعني انا كويس. لما اجي اشوف كده الاكسسوارات دي اللي قدامي اختار اي واحده فيهم، ولا قبل ما اختار لازم اقول لك؟ عشان احنا في الكواليس بنتناقش مع بعض، ايوه فكنت بقول لكم ايه، طيب البرج، طيب انا اختار ازاي، طيب انا اختار بالشكل ولا اختار باحتياجي؟ لا هو انت قلتي لي لازم لازم اسالك انت محتاجه ايه بالظبط. يعني ايه بقى ده عشان الساده المشاهدين يفهموا؟ هو احنا مش يعني مش بنربطها بالبرج، احنا بنربطها فعلا بالاحتياج. يعني انت اكتر ولا حد بالشكل ولا بالشكل، بس احنا بنحاول في الاخر ان احنا نوصل لشكل يبقى حلو تلبسيه تبقي مبسوطه بيه. بس في بس انت اكتر حد بيدلني هتاخدي انهي بريسلت يعني، او هتاخدي انهي حجر، مش شرط بريسلت يعني. ممكن تيجي تقولي لي مثلا انا عندي مشكله، انا عندي اكتئاب، او انا مثلا عندي مشكله في السيلف كونفيدنس. حسب بقى ما انت بتبقي محتاجه، فانت اللي بتقوليه لي على اساسه انا بديكي الحجر المناسب ليكي من خلال الوظائف الاحجار اللي انا عارفاها. في ناس كتير كمان بيقيسوا الطاقه، وممكن يساعدوكي تقدري تعرفي انت الخلل عندك موجود بيبقى فين. لا ازاي بقى بيقيسوا الطاقه؟ ده ناس متخصصين، احنا جاست يعني هو بيروح عند ناس متخصصه بيقيسوا. في ناس بتقيس الطاقه، في ناس بتنظف الحجر كمان بطرق معينه. بس بتيجي بقى انت تقول لنا النتيجه اللي المتخصص ده قالها لك، ولو انت مش عايزه تخشي يعني مشكله في شقره معينه او حاجه زي كده فبديكي الحجر بتاع الشقره دي. لا تقدري تعرفي العرض اللي عندك، يعني انت ممكن تيجي تقولي لي العرض اللي عندك ايه. لو عايزه تروحي لحد متخصص اكتر بيقيس لك الشاكرز بتاعتك وبيقول لك الشاكرا دي مثلا متزنه ولا لا. لو الشاكرا دي مش متزنه بيبقى ليها حجر مثلا معين بيشتغل عليها. يعني انا قبل ما يعني يستحسن قبل ما اجي لكم اكون معايا روشته يعني روشته المتخصص. لا ممكن تقول لنا مثلا تبقى عندك مشكله واضحه. بتيجي تقول لنا انا عندي مشكله مثلا ان انا بيجي لك صداع مثلا.